النوع اللي بعد كده من الاتاكس اسمه distributed denial of service، اختصاره DDoS. بالعربي معناه ايه؟ بالعربي هجوم حجب الخدمة. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول لك ان هو مش محتاج انه يعني يقتحم يعني الكمبيوتر بتاعك علشان يعمله ده. بيحصل عن طريق انه يعني الهاكر بيبعت مجموعة ضخمة جدا من البيانات الغير مهمة يعني، بيخلي فيه يعني، هو مثلا لو هيعمل كده على موقع معين مثلا، فبيخلي فيه ازدحام او كده على الموقع دوت، فبالتالي فيه بطء الخدمات، والناس اللي عايزة تدخل الموقع مثلا مش عارفة تدخل او كده. فعشان كده هو اسمه هجوم حجب الخدمة، يعني انه الناس بعد كده اللي عايز تدخل الموقع ده مش عارفة تدخل عليه، مع ان في الواقع يعني مفيش زحمة اصلا عليه. الكمبيوترز اللي بيحصل فيها كده بنسميها زومبيز. الماشين بقى اللي بيحصل لها كده بتبقى busy responding to a flood of automated requests، اللي بتبقى مشغولة بان هي ترد على السيل دوت اللي جالها من البيانات او الطلبات. وطبعا احنا قلنا هو هي دي طريقة عمل الفيروس ده يعني، وده بالتالي بيخلي اصلا اليوزرز نفسهم مش عارفين يخشوا للتارجت ماشين دي. اسمه روت كيت النوع اللي بعد كده، او الجذور الخفية بالعربي يعني. هو عبارة عن ايه التعريف بتاعه؟ set of programs that enables its user to gain administration level access to computer without the end user's knowledge. يعني هو زي مجموعة برامج كده بتخلي اليوزر بتاعها ليه يعني ليه اكسس بالكامل على الجهاز بتاع الضحية يعني. التاكر كان جين فول كنترول، ممكن يسيطروا بالكامل على يتحكموا بالكامل على السيستم، ويقدروا يخبوا او يخفوا وجود الروكت ده. المشكلة الأساسية في التعرف على النوع ده من الفيروسز يعني، إن ممكن الـ operating system نفسه ما يبقاش قادر يعني أصلا يشوف الفيروس ده أو يتعرف عليه يعني. نيجي بقى كده لحاجة اسمها السبام. التعريف بتاعه abuse of email systems to send unsolicited email to large numbers of people. بمعنى ايه؟ ان هو سوء استخدام يعني الايميل، ان انت تبعت حاجات غير مرغوب فيها لعدد كبير من الناس. ليه الناس بتعمل كده؟ علشان ده ممكن يبقى اعلانات low cost يعني تكلفتها قليلة، وهي ممكن تبقى ميثود اوف ماركتنج. انت بيوصل لك حاجات كتير على الميل. يعني في شركات كتير او مؤسسات كتير بتستخدم النوع ده في الماركتنج يعني. انت لعل وعسى ممكن تفتح المسج دي وتشوفها يعني. النوع اللي بعد كده اسمه الفيشنج، بالعربي التصيد يعني. تعريفه ايه؟ legitimate looking emails lead users to fake websites to try to get the recipient to reveal personal data. بمعنى هو يعني مجموعة ايميلات شكلها يوحي بان هي من مصدر موثوق يعني، بس هي في الاخر بتودي اليوزر على فيك ويب سايت يعني، الموقع وهمي يعني. الهدف منها ان هي تحصل على معلومات شخصية يعني، داتا شخصية تقدر تستخدمها. زي ايه الداتا دي؟ زي مثلا كريدت كارد نمبر والحاجات دي. في نوعين بقى منها، نوع اسمه سميشنج، وده هو الفيشنج بس عن طريق المسجات الشورت تكست مسجز. ونوع تاني اسمه الفيشنج، وده عن طريق الفويس ميل مسجز. ده مثال مثلا لحاجة على الفيشنج يعني. هو كأنه المسج دي جايله من اي باي، بيقول له ان انت محتاج تابديت الداتا بتاعتك، خش على اللينك ده وحط البيانات تاني بتاعت الكريدت كارد بتاعتك وكده. طبعا هو لو حط البيانات دي هم يقدروا خلاص يستخدموا الكريدت كارد بتاعته يعني بمنتهى السهولة. وده والمسج دي في الاخر ده مش موقع اي باي فعلا، ده